أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الشبيبة. رافقكم في دروبكم ومشاويركم، وممكن الآن مجموعة منكم أكيد طلعوا من دواماتهم متوجهين لبيوتهم، واللي يتابعونا من البيت لهم بعد أجمل تحية، ونتمنى لكم إن شاء الله دروب السلامة. واللي خلص دوامه وبعده جالس في العمل يواصل شغله، هذه عاد حالة دبل تحية. وإذا فاتك متابعة الحلقة عبر راديو السيارة ولا منصات البث المباشر، أكيد حلقاتنا كلها موجودة على قناتنا في اليوتيوب، وإمكانكم ترجعوا لها في أي وقت، ومشاركاتكم نرصدها أول بأول على أكيد مشاركاتكم المباشرة عبر البيرسكوب في تويتر، ورسائلكم على رقمنا في الواتساب على 94799975، وكذلك مداخلاتكم على 2492000. اليوم عندنا موضوع مهم، قطاع الطاقة المتجددة في السلطنة ومستقبلها. ليش مهم؟ هو أكيد مهم بشكل دائم، لكن الآن مهم لأن مثلا كثر الحديث عن إعادة توجيه الدعم للكهرباء، وصارت هناك يعني لفتة حول هذا الموضوع من جوانب مختلفة، سواء في مسألة إنتاج الطاقة أو في مسألة إدارة الطاقة، ترشيد أحيانا استهلاكها، التفكير في حلول أخرى. أكيد هذا الحديث في غاية الأهمية من خلال وجود المهندس أحمد بن رمضان اليافعي، مدير أول شراء وتشغيل الطاقة المتجددة بشركة كهرباء المناطق الريفية تنوير، إحدى شركات مجموعة نماء. أهلا وسهلا بك بشمهندس. يا مرحبا وسهلا فيك، سعيد جدا بتواجد معكم اليوم. يا مرحبا وسهلا فيك، ونحن أكيد سعيدين بوجودك معنا في الاستديو. المهندس عبد الله بن ناصر السعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة نفاد للطاقة المتجددة، أهلا وسهلا فيك مهندس. أهلا وسهلا فيك عبد الله، ونرحب بكل المستمعين، وبإذن الله تعالى يكون لقاء مفعم بالطاقة المتجددة بإذن الله تعالى. هذه الطاقة بتوفينا ما متجددة تعتبر، أنا أشوفها دائما تخلص. حياك مهندس عبد الله، حياك. حقيقة نحن لما نتحدث عن موضوع شوية تخصصي تقني، نراعي مختلف شرائح المجتمع اللي تتابعنا، ونحاول دائما نحن نبسط المفاهيم لهم. لذا المهندس أحمد، نريد نتكلم بداية عن مفهوم الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة أحيانا، وليش تشغل بال كثير من الدول. نعم، مفهوم الطاقة المتجددة بكل بساطة هي الطاقة التي تنتج أو تتولد من قبل عناصر البيئة والبعيدة عن الوقود الأحفوري. لما نتكلم عن الوقود الأحفوري، مثال ذلك الغاز أو الديزل أو شيء من ذلك من الوقود الأحفوري. فأي طاقة تتولد من عناصر أخرى بيئية تعتبر طاقة متجددة. على سبيل المثال الطاقة الشمسية، عندك مصادر الرياح، عندك وأيضا الطاقة الحرارية التي تنتج من باطن الأرض، هذه كلها مصادر للطاقة المتجددة. وسميت بالطاقة المتجددة والطاقة البديلة بنسبة لتجددها، يعني سبحان الله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعم. فعلى سبيل المثال الطاقة الشمسية تأتي من الشمس، وهي طاقة لله الحمد متجددة، وكذلك عندك طاقة الرياح وغيرها. نعم. الشق الثاني من سؤالك الكريم اللي هو ليش تشغل بالنا الجميع الآن أو من قبل ذلك. نعم. بكل بساطة لأن مثل ما قلنا الطاقة المتجددة تأتي من المصادر المتجددة اللي الله أنعمها على البشرية جمعاء، عكس الطاقة اللي تأتي من الوقود الأحفوري والتي سوف تنضب في وقت مهما طال هذا الأمد سوف تنضب. نعم. فالتركيز على الطاقة الجديدة لابد يكون تؤخذ بعين الاعتبار، بالإضافة إلى الأمور الأخرى كأنها طاقة صديقة للبيئة. نعم. بتقليل الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الغازية الأخرى، وهذا كذا من الأمور. نعم، هذا على الرواحي مداخلة يعني ممتازة الآن منك، يقول قبل لا تخبرونا الطاقة الجديدة خبرونا عن طاقة بنستخدمها تو. عبد الله، نحن تو وش نستخدم من أنواع الطاقة لإنتاج الكهرباء مثلا؟
جميل جدا. طبعا السلطنة تعتمد بشكل كبير جدا بما نسبته 97% من إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي. والغاز الطبيعي يعتبر مصدر نظيف للطاقة المتجددة. هو ليس مصدر متجدد ولكنه مصدر نظيف مقارنة ببعض المصادر الأخرى كالفحم والديزل والمشتقات الوقود الأخرى، بحيث أنه مخلفاته محدودة جدا يعني تكاد تكون يعني معدومة. لذلك هو يعتبر يعني طاقة نظيفة. لذلك كان توجه السلطنة سريع جدا بالاعتماد على الغاز. 3% الأخرى هي من الديزل وبعض مصادر الطاقة المتجددة اللي تستخدم في المناطق الريفية والمناطق النائية وبعض مناطق الامتياز النفطي. وهذا طبعا يمكن يقود السلطنة في المستقبل القريب إلى التحول إلى مصادر طاقة أخرى غير الغاز الطبيعي، لأنه هو بكل يعني بالرغم من توفره طبعا محليا وبالرغم من أنه طاقة نظيفة، لكن يبقى أنه مصدر غير متجدد. لذلك ظهر مؤخرا مفهوم جديد مع المفاهيم اللي احنا تعودنا عليها كترشيد الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة والاستدامة، ظهر مفهوم خليط الطاقة. لابد لكل بلد أن يكون لديه الانرجي ميكس أو خليط الطاقة من أكثر من مصدر من المصادر، وهذا يحفظ لك ما يسمى في قطاع الكهرباء أيضا بضمان استمرار التزويد بالطاقة. لما يكون عندي أكثر من مصدر، لو تأثر أحد المصادر بأي مشكلة كانت بيئية، مشكلة مناخية، مشكلة سياسية، مشكلة اقتصادية، المصادر الأخرى راح تغطي هذا النقص وتكون متوفرة. طبعا عندنا الآن بمسماها الجديد هيئة الهيئة العامة للخدمات قاموا بإجراء دراسة حول هذا الموضوع، وما غفلنا عن مخاطبتهم لتواجدهم اليوم معنا في البرنامج، ورغم أن هناك كانت في مؤشرات أولية ومبدئية بالموافقة للحديث عن هذا الموضوع، ولكن في وقت لاحق أفادونا باعتذارهم عن الحضور للحلقة، ولكن نتمنى إن شاء الله لأهمية هذا الموضوع يكون في امتداد في الأيام القادمة ويكونوا موجودين إن شاء الله عندنا، هم أكيد يعني متابعين. المهندس أحمد، تتفاوت الدول في مواردها الطبيعية لإنتاج الطاقة؟ نقدر نقول والله دولة أفضل من دولة في وجود الموارد اللي ذكرتها قبل قليل؟ بالفعل الدول فيها نوع من التفاوت، يرجع ذلك لعدة معالم أو عدة مقومات. عندك موقع الدولة، الموقع الجغرافي، المناخ البيئي اللي تتمتع في تلك الدولة. فلو تشوف الخارطة، مثلا نقول أطلس على سبيل المثال، أطلس الطاقة الشمسية وأطلس الرياح في إطار أخرى، فنشوف هناك في تفاوت من ذلك. نأتي على سبيل المثال موقع السلطنة، الحمد لله رب العالمين موقعها جدا فريد، خاصة أنها موجودة بالقرب من مدار السرطان. وهذا يدل إن الطاقة الشمسية التي تأتي على السلطنة تكون طاقة كبيرة نوعا ما، بحيث أنه يكون فيها الإسقاط بزاوية تعادل كثير من الدول الأخرى التي ما تكون في هذاك الموقع. فمثل ما تفضلت، الموقع الجغرافي له أثر كبير في هذه الموارد. نعم، نحن طبعا هذا كان بالنسبة لنا تمهيد للحديث عن هذا الموضوع والتعريف بالطاقة المتجددة والطاقة المستخدمة حاليا. فاصل قصير وبعدها نرجع لمناقشة محاور الحلقة مع ضيوفنا في الاستديو. سمحونا مستمعينا ومشاهدينا إذا أحيانا نقطع كذا حبل أفكاركم، لكن عاد سيف الإعلانات على رقابنا، ما نقدر يعني إلا تكون الإعلانات في وقتها. المهندس عبد الله، دائما لما يكون الحديث عن الطاقة البديلة والطاقة المتجددة يكون هناك يعني طرح مغاير، يقول لك والله هذه طاقة في بداياتها مكلفة بشكل كبير. اليوم رغم الفوائد الكبيرة للطاقة البديلة والطاقة المستدامة، لماذا نتردد في استخدامها؟ لماذا نتأخر في استخدامها؟ سؤال جميل جدا عبد الله، وطرحت أنا هذا التساؤل من 2012 لما قررت أني أبدأ
شركتي الخاصة اللي هي نفاذ للطاقة المتجددة. وكنا نتمنى أنه الهيئة موجودين، يعني يمكن هم الأقدر أنهم يجاوبوا على هذا السؤال. القطاع هذا تلفه الكثير من المفاهيم يمكن المغلوطة، من ضمنها طبعا ارتفاع كلفته، وهذه معلومة قد تكون مش دقيقة يعني 100%. قطاع الطاقة الشمسية تحديدا اللي هو ممكن الاستثمار فيه على مستوى المشاريع الصغيرة، لأنه اليوم على سبيل المثال طاقة الرياح والطاقة الجوفية لباطن الأرض وطاقة أمواج البحار وغيرها، هذه يكون الاستثمار فيها على مستوى البلد، ولا بد أنه ينظر فيها إلى الكلفة والعائد من هذا الاستثمار. أما بالنسبة للطاقة الشمسية أصبحت متوفرة وبإمكان أي شخص أنه يستفيد منها في منزله. طبعا التحدي الأول كان عدم وجود تشريعات. التشريعات صدرت في إبريل من عام 2017. نعم. قبل هذا التاريخ ما كان بالإمكان أي حد أنه يستخدم الطاقة الشمسية ويربطها مع الشبكة، لذلك جاءت التشريعات منظمة لهذا القطاع. والتنظيم هذا تبعه طفرة كبيرة، طبعا صار في نمو كبير جدا في الطلب على الطاقة الشمسية، صار في عدد مشاريع كبيرة على مستوى مختلف المشاريع، يعني مشاريع تجارية، مشاريع صناعية، مشاريع سكنية، كل هذه المشاريع اليوم تستفيد من الطاقة المتجددة لكون أنها كلفتها أصبحت أرخص من كلفة الكهرباء العادية اللي إحنا نحصل عليها من الشبكة. ولكن التكلفة هذه في الوقت الحالي مع المنازل السكنية ما متكافية، لأن قطاع الطاقة الشمسية قطاع غير مدعوم، فأنت تتحمل كلفة الإنتاج والاستهلاك كفرد تكلفة كلية. القطاعات الأخرى، قطاع الإنتاج الكهرباء الآخر طبعا هو قطاع مدعوم، ونسبة الدعم تصل فيه إلى 68%، وهذه نسبة عالية جدا يعني، وتطرح الكثير من الأسئلة حول القطاع. لذلك أيضا قطاع الطاقة الشمسية اليوم أنت تنظر له أن أنا راح أدفع كلفة 30 سنة قدام اليوم، يعني لما أستثمر في بيتي مشروع للطاقة الشمسية ويكون عندي ضمان لمدة 30 سنة على ألواح الطاقة الشمسية وبكفاءة تصل إلى 80%، أنا راح أدفع الكلفة الكلية لثلاثين سنة اليوم. لذلك نحتاج أيضا أن يصاحبه نوع من الحلول التمويلية، تمويل لمدة مثلا 5 سنوات، أقساط مريحة للناس. نعم. بحيث أنه يقدروا أنهم يتبنوا هذه المشاريع في منازلهم. هذا معناته صحيح أن هذا المشروع في بدايته مكلف، سواء للفرد في منزله أو حتى للدولة في مشاريعها. لا، نقدر نقول لما ننظر للدولة الوضع مختلف، لأنه الدولة من حقها أن تقيم المشروع بالاتجاهين، إما أن تدفع الكلفة بالكامل مبدئيا، وهذا غير معمول فيه حاليا في السلطنة في مشاريع الكهرباء، إنما يقوم المستثمر أكان مستثمر محلي أو أجنبي ببناء المحطة وتشغيلها وصيانتها وبيع الوحدات الكهربائية للشبكة الوطنية. نعم. ويتم شراء ما ينتج منه للشبكة، فالكلفة أصبحت رخيصة وتنافسية للحكومة. بس للمواطن لا، المواطن إلى الآن، وهذه واحدة من إشكاليات القطاع إلى اليوم، إنه قطاع الطاقة الشمسية لا يستطيع أن يوفر الحلول التمويلية للمصانع وللمباني التجارية والمباني الحكومية، لأنه أنت ملزم أنك تدفع الكلفة مباشرة، يعني اللي هو ما يسمى في الهندسة بالEBC، أنه أنا أدفع الكلفة كامل مبدئيا. لذلك نحتاج تشريعات إضافية لنقل القطاع إلى حلول تمويلية ميسرة ومريحة تكون مجدية للناس. فلو أنا دفعت أكنت مصنع أو يعني على سبيل المثال عائد الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية اليوم للمباني الحكومية والمباني الصناعية والتجارية أصبح خلال 7 سنوات، يعني فاتورة الكهرباء اللي أدفعها 7 سنوات تغطي لنظام في ضمان لمدة 30 سنة. لو أوجدنا نفس الحلول المالية هذه لكل القطاعات، أعتقد أنه بيكون رخيص جدا وفي متناول الجميع. نعم، وجود التشريعات أتوقع هو مؤشر لرغبة حقيقية فعلا نحو الطاقة المتجددة. واليوم حتى أتوقع مجموعة نماء، وهي أحد أذرع الحكومة أكيد، إلها خطط ودور في موضوع الاستفادة من الطاقة المتجددة. نتحدث عن هذا الجانب المهندس أحمد. شكرا أستاذ عبد الله.
بالفعل نتكلم، إذا تكلمنا عن مجموعة نماء أو عن قطاع الكهرباء بصفة عامة، مجموعة نماء وضعت خطط للاستفادة من الطاقة المتجددة، وهذا كان أتت دراسات متمثلة بالمجموعة أو بشركات المجموعة، على سبيل المثال الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وغيرها من شركات المجموعة. وترجمة لهذا التوجه أطلقت عدة مشاريع، الهدف منها أن النسبة أو نسبة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة بما يمثله بالقطاع الكهرباء يكون بحوالي 30% في عام أو بحلول 2030. تتوالى هذه المشاريع باختلافها، من ضمن مشاريع في الطاقة الشمسية أو أيضا هناك في مشاريع أخرى في الطاقة الرياح وغيرها من المشاريع الطاقة المتجددة. نعم، هذا جانب أكيد، وبنتكلم بعدين في التفاصيل اللي اشتغلتوا عليها في تنوير طبعا، وخاصة في يعني نطاق توظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة المتجددة. لكن أذهب يعني إلى مشاركة المستمعين والمشاهدين عبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد على البيرسكوب في تويتر. المهندس عبد الله، هذه مداخلة، يقول لك رغم أنه مفهوم الطاقة المتجددة من يعني فترة وزمن طويل نحن نسمع عنه، لكن ما جالسين نشوفه بشكل واضح حتى في المشاريع أو الجوانب البسيطة، مثل يقول لك والله أعمدة الإنارة في الشارع على سبيل المثال، اللي الآن الحكومة عاجزة عن تحمل كلفة طبعا تشغيلها في الطرق السريعة، وهذا معلن عنه، ما كلامنا نحن. هذا تعليقا على إجابتك قبل قليل، يقول لك ما تعتقد أنه هناك مبررات وأسباب أقوى مما ذكرت في موضوع استخدام الطاقة المتجددة؟ ما في يعني ما في أي مشروع ما يريد أنه والله يوفر على نفسه ويكون أكثر فاعلية؟ جميل عبد الله، هذا السؤال أيضا يتكرر بشكل يومي وبشكل دائم. احنا قمنا بأكثر من دراسة لموضوع الإضاءة وإنارة الشوارع، وأثبتنا أنه هي كلفتها بالطاقة الشمسية أفضل بكثير، كونه أنه خاصة ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين أصبحت ذات كفاءة أعلى. مشكلتنا هنا أنا أعتقد في نقطتين رئيسيات. المشكلة الأولى، نعتمد على بيانات ومعلومات قديمة جدا. يعني أنا لما أتكلم عن بيانات ودراسات في 2008 أقيمت أو في 2010 أو في 2012، هذه خلاص أصبحت قديمة جدا. يعني سعر الطاقة الشمسية من 2016 إلى اليوم انخفض بأكثر من 45%. فما بالك أنه أنت تبنى قرار أو معلومة على دراسة في 2008 أو في 2010. القطاع هذا يتحرك بشكل سريع جدا. نعم، فلا بد انه معلوماتنا تكون محدثه بشكل سريع جدا، واحنا قمنا باكثر من دراسه في خاصه في موضوع الاناره. ايضا الناس تتخوف من الكلفه الاوليه، طبعا في الاناره اصبحت شبه متقاربه. نعم، يعني بين كلفه اعمده الاناره بالطاقه الشمسيه مع كلفه الاناره بالكلفه العاديه شبه متقاربه، بالرغم من أنه أنت هناك راح تدفع فاتورة كهرباء لسنوات يعني مستمرة، وهنا أنت عندك ضمان فيها يوصل إلى 10 سنوات في الإضاءة، وبعد 10 سنوات أنت تحتاج تغير البطاريات وبس. لذلك بناء القرارات على معلومات قديمة أنا أعتقد أنه هذا شيء مش صحي وما يخدم القطاع أبدا. لابد أنه إحنا نتابع أيضا هل أقيمت مشاريع تجريبية؟ إذا كنا إحنا نشوف إنه الكلفة هذه مش منطقية أو كلفة مبالغ فيها، قد تكون الكلفة مبالغ فيها لعدم توفر المقاولين والمنفذين اللي ينفذوا هذه المشاريع ويتنافسوا فيها. فأنت شفت سعر المقاول مرتفع جدا. نعم، بس لو توجهت هذا التوجه وزاد عدد الشركات ومكنت الشباب العمانيين، وبدل لا يكون عندك والله اسمي واحد أو اثنين، يكونوا عندك 10 ويتنافسوا، هذا راح يرفع الجودة وراح يرفع الكفاءة وراح يخفض الكلفة. لذلك لابد أننا إحنا يعني نبني قراراتنا وخطواتنا على أشياء مدروسة وأشياء من أرض الواقع،
وأنا أعتقد إنه القطاع يتحرك بشكل سريع جدا ويجب أن نستفيد منه. تعتقد عبد الله إن إحنا ما كنا قادين بالشكل الكافي؟ يعني اليوم نحن يعني خلاص أصبح معلن إن الحكومة تعاني مما تنفقه على قطاع الكهرباء كدعم وجالسة تعيد دراسة توجيه هذا الدعم. هل فعلا في الفترات السابقة ما كانت هذه الجدية بالشكل المطلوب؟ شوف، الإنسان دائما لما يكون موجود في منطقة الراحة مستوى الابتكار عنده ينخفض بشكل طبيعي. وين هذا من 2014 نحن مرتحنا أول من يطلع من منطقة الراحة؟ لا، ما زال كانت التوقعات أنه سنتين ثلاث وأسعار النفط ترجع ترتفع وتكون الأمور طيبة، بس استمرت الأزمة والحين جانا كورونا يعني وزاد الأزمة بشكل مضاعف. لذلك احنا الحين في هذه المرحلة يجب أن تكون حلولنا ابتكارية، يجب أن نكون أكثر جرأة في المبادرة. وأن نمكن القطاع. لذلك لما ننظر إلى دعم الكهرباء بالفعل هو دعم كبير جدا جدا جدا، ولكن هذا الدعم ما مفترض أني أنا في المقام الأول أتوجه فيه مباشرة إلى رفع الدعم. في هناك خطوات كثيرة تسبق رفع الدعم هذا. اليوم لما نتكلم عن 600 مليون اللي توجه لدعم قطاع الكهرباء واللي متوقع أنها في الثلاث أربع سنوات، يعني التوقعات تقول أنه إذا ما تم تقليص هذا الدعم راح يصل إلى مليار في عام 2025. مليار رقم ضخم جدا نحتاجه يدخل في استثمارات. وين موضوع كفاءة الطاقة؟ بس ما رفع الدعم، إعادة توجيه الدعم. إعادة توجيه الدعم. اليوم مصطلح كفاءة الطاقة وين؟ لما نريد نتكلم عن كفاءة الطاقة ترى مش العبء على هيئة تنظيم الخدمات العامة فقط أو على قطاع الكهرباء. وين كود البناء؟ ليش ما يتم تطويره؟ لأنه أنا إذا استخدمت مواد عازلة وطورت موضوع البناء راح أحتاج إلى كهرباء أقل. فهي سلسلة مرتبطة، هي منظومة متكاملة. نعم. ما ممكن أنه الواحد يشتغل فيها لوحده. نعم، هو الحقيقة لو كان الأخوة من هيئة تنظيم الخدمات العامة موجودين يمكن نحصل على بعض الإجابات. المهندس أحمد، عادة ما الذي يجذب المستثمر في قطاع الطاقة البديلة وما الذي ينفره كذلك؟ والله حقيقة الذي يجذب المستثمر بصفة عامة ما مدى استقرار الوضع الذي هو يقوم به. بمعنى في أي مجال عمل، ونتكلم الحين على قطاع الطاقة على سبيل المثال، ما مدى تنظيم هذا القطاع وما مدى استقراره؟ قطاع الكهرباء مثل ما معلوم لدى الجميع طبعا هو قطاع خاضع للتنظيم. طبعا أنشئ أو عاد تخصيصه بناء على المرسوم السلطاني 78/2004. والمرسوم السلطاني حدد نقاط كثيرة في هذا القطاع، وبعد ذلك أتت الهيئة العامة طبعا مؤخرا الهيئة العامة للخدمات العامة ونظمت هذا القطاع ببعض القوانين والتشريعات. إضافة إلى ذلك النظام المطبق على سبيل المثال في قطاع الكهرباء هو نظام خاضع لقانون المناقصات، وهو قانون طبعا مبني على الشفافية وما شابه ذلك من الأمور. نعم. فهذه الجزئيات كلها تساعد المستثمر أنه يأتي في القطاع ويستثمر فيه. إضافة إلى ذلك بيضيف نقطة إنه طريقة التعاقدية مع المستثمرين أو مع المطورين بمعنى ثاني، إنه أي أحد يأتي في قطاع الكهرباء في هذا المجال يعتبر مطور للطاقة البديلة في ذلك، فندخل القطاع يدخل معه باتفاقيات شراء طاقة طويلة المدى توصل إلى 15 سنة هذه الاتفاقيات، ومن ضمنها في بعض الاتفاقيات توصل لمدة أطول من ذلك، وهذا الجزء يأتي من الطمأنينة لدخول المستثمر. نعم. الذي ينفر المستثمر هو عكس ما ذكرته على سبيل المثال، عدم الاستقرار، عدم الوضوح، الضبابية أحيانا في الخطط المقدمة أو بالمشاريع التي سوف تكون في سواء على المدى القريب والمتوسط وحتى المدى البعيد. نعم. مهندس أحمد، لكم تجربة طبعا في إنتاج الطاقة من طاقة الرياح،
خلنا نعرف شوي المستمع والمشاهد عن هذا المشروع وإنتاج الكهرباء والمياه من طاقة الرياح. نعم، حقيقة هذا المشروع يعتبر من المشاريع الرائدة ليست في السلطنة فحسب، بس أيضا حتى في المنطقة. بداية هذا المشروع هو ثمرة تعاون مشتركة ما بين حكومة السلطنة متمثلة بشركة كهرباء المناطق الريفية تنوير، وحكومة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة متمثلة بشركة مصدر، حيث تم توقيع اتفاقية تطوير مشتركة. تبلورت هذه الاتفاقية بمشروع أظفار لطاقة الرياح. إذا أتينا من ناحية المساحة المخصصة لهذا المشروع، هذا المساحة المخصصة لهذا المشروع جدا كبيرة، ما يعادل 1700 هكتار. المشروع يتكون من 13 توربينة هوائية مختلفة. هذه كل توربينة سعتها الكهربائية أو ما يعادل 3.8 ميجا وات. السعة الإجمالية للمشروع 50 ميجا وات. يرتبط المشروع بالشبكة الرئيسة في محافظة الظفار عن طريق خطوط جهد عالي 132 كيلو فولت. المشروع دخل أو نقول دخل في التشغيل الحقيقي أو التشغيل الرسمي في نوفمبر الماضي. نعم. طبعا سبق ذلك اختبارات عدة تجريبية، والحمد لله نجح بتلك الاختبارات. الآن المشروع بعد مرور ما يعادل سنة من تشغيله يعتبر من المشاريع الجدا رائدة في هذا المجال، بحيث أنه نسبة كفاءة المشروع أكثر بكثير من 98%. نعم، ممتاز، وهذه نسبة متقدمة. نعم نعم، نقدر نقول أنه بعد سنة من التجربة الحقيقية طبعا للمشروع، هل المؤشرات اللي أمامكم يعني تجعل من صناع القرار أنهم يفكروا بشكل أكبر في التوسع في تطبيق هذه التجربة حتى في مواقع أخرى؟ حقيقة إذا نتكلم عن طاقة الرياح، طاقة الرياح بناء على الدراسات حتى ما سبقت هذا المشروع، أطلس الرياح على سبيل المثال وضع السلطنة في مراتب جدا متقدمة، بحيث أنه وجه ذلك أنه السلطنة لديها من المقومات في طاقة الرياح ما يساعدها للاستثمار في المشاريع في تلك الطاقة، وهذا الذي حدث حقيقة. القطاع الآن من ضمن المشاريع التي سوف تأتي عدة مشاريع في طاقة الرياح. نعم. يعني بإضافة النتائج التي سوف تخرج بها من قبل هذا المشروع أكيد سوف يساعد إيجابا في صانع القرار أنهم يتأكدوا على المضي قدما في تلك المشاريع. نعم، وهذا أكيد أحد النماذج المشرفة. المهندس عبد الله، لما نتكلم عن شركة نفاد للطاقة، لكم بعد مشوار في مسألة سواء الطاقة الشمسية وتجربة في عدد من المشاريع، إيش هي النماذج اللي ممكن فعلا تكون مثال جيد ومشجع لاستخدام هذا النوع من الطاقة؟ جميل جدا. احنا في نفاذ للطاقة المتجددة كنا الشركة الأولى في هذا القطاع منذ عام 2012. في هذاك الوقت كنا خريجين من الجامعة، كنا مؤمنين بهذا القطاع، وللأمانة كثير ناس قالوا لي تفكيرك مش منطقي، وإحنا دولة منتجة للنفط وما راح نحتاج أي يوم من الأيام للطاقة الشمسية. عاد 2012 يعني. كيف أحسن لك تغير مسارك في ريادة الأعمال وتشوف لك مسار آخر مفيد لك. راح قلت لهم إن شاء الله راح نشوف مع الأيام. استمرينا في هذا القطاع، نمينا أنفسنا، نمينا مؤسستنا، قدرنا أن نكون يعني علامة فارقة جدا في السوق المحلي، ونطمح في القريب العاجل حتى للأسواق المجاورة. نفذنا عدد كبير من المشاريع،
أكثر من 48 مشروع في مختلف محافظات السلطنة من مسندم إلى ظفار. تختلف هذه المشاريع من منازل، مزارع، آبار مياه، مصانع، مباني حكومية، مباني تجارية. كل نموذج من هذه المشاريع له مقومات معينة وله تفاصيل معينة. نحاول نستفيد من كل المساحات المتاحة، مواقف السيارات، أسطح المنازل، أسطح المصانع، أسطح المباني التجارية، مظلات عادية في المدارس. استفدنا من مظلات طابور الصباح والمظلات اللي يجلسوا فيها على نهاية الدوام الطلبة ينتظروا الباصات. نحاول أن نستفيد ونعظم الفائدة من مشاريع الطاقة الشمسية من خلال تعرف الألواح تحتاج نسبيا إلى مساحة حوالي 4 متر لكل كيلو واط أنت راح تستهلكه. فلذلك نسعى لتوظيف ما يسمى بالدبل شيرد أو الظل، بحيث أنه أنا لما أضع السولار سيستم على سطح المبنى راح تخفض لي أيضا، يعني مش بس راح أنتج كهرباء، راح تخفض لي درجة الحرارة في المبنى، بالتالي يحتاج إلى كمية تكييف أقل. راح أستفيد من مواقف السيارات، لأنه في الأخير تظليل السيارات كان بمواد معدنية أو قماشية وما أستفيد منه. اليوم أضع فيه ألواح طاقة شمسية وأستفيد منه وأنتج الكهرباء. لذلك هذا التنوع أعطانا فرصة أن إحنا ننمو بشكل كبير جدا على المستوى التقني، نكون منافسين أقوياء في السوق المحلي، نتنافس حتى مع الشركات اللي تجي من أوروبا ومن شرق آسيا في الأسعار، في الجودة، في كل شيء. لكن أيضا ما زال القطاع يمر ببعض التحديات. أنا في وجهة نظري أنه التشريعات اللي صدرت في 2017 مش كافية. احنا الحين مرينا بتجربة 3 سنوات، آن الأوان انه نحدث، لانه في الأخير التشريع يجب ان يكون حيوي وديناميكي وسريع جدا، خاصة في قطاعات مثل الكهرباء والاتصالات، وهذه قطاعات تنمو بشكل سريع جدا. لذلك تحديث التشريعات والقوانين فيها مهم جدا وفعال جدا. ما ممكن ان احنا نقول ان احنا دولة توها بادية في قطاع الطاقة المتجددة، واحنا صار لنا 3 سنوات خلاص قطعنا شوط بما فيه الكفاية. يفترض أنه صارت عندنا الخبرة الكافية أن نبني ستاندرد محلي أو مواصفات قياسية محلية لهذا القطاع، ونمكن القطاع التجاري والقطاع الصناعي أنه يدخل لهذا الجانب. فنحتاج إلى حلول تمويلية، نحتاج إلى كوادر عمانية، لابد أيضا يعني، وهذه نقطة مهمة جدا اليوم. اليوم إحنا عندنا مشاكل في التوظيف، مشاكل في غيره. هذا قطاع واعد في 10 سنوات القادمة، لابد أن نمكن الشباب العمانيين فيه، ندربهم، نأهلهم، نخليهم جاهزين لهذا القطاع. ما نجي نكتشف بعد 5 أو 10 سنوات نقول والله تعالوا نجلس ونناقش كيف ممكن نعمل عملية إحلال. طالما أن القطاع في بدايته لابد أن نركز من بدايته أنه يكون في تركيز كبير على الكفاءات العمانية. يخي ليش ما بعد 5 سنين نسعى إلى تصدير الكفاءات والخبرات العمانية إلى الأسواق المجاورة؟ لابد أنه تتغير نظرتنا. أيضا نحتاج إلى أن يصاحب الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ككل المفاهيم الأخرى، اللي هو إدارة الطاقة بالشكل السليم والصحيح. وإدارة الطاقة هذا لحاله علم ويحتاج إلى شرح مطول، وظهرت عندنا أيضا مصطلح تدقيق الطاقة. تدقيق الطاقة بمعنى أنه أنا اليوم أجي معاك عبد الله هنا الأستوديو، أشوف الإضاءة، أشوف التكييف، أشوف النوافذ، أشوف كل الأجهزة الكهربائية اللي معاك. وش الأجهزة اللي أنت تحتاجها؟ وش اللي ممكن تستغنى عنها؟ وش اللي ممكن لما ينتهي عمره الافتراضي أنا أغيره إلى أجهزة ذات كفاءة عالية، استهلاكها يكون منخفض؟ ويمكن أغلبنا شاف ما قامت به وزارة التجارة والصناعة السنة الماضية في عام 2019 في موضوع أجهزة التكييف واستبدالها بالأجهزة ذات الكفاءة العالية. هذا راح يقلل الجهد الكهربائي المستهلك في المنازل. فما يكفي فقط أنه إحنا نتوجه مرة أخرى إلى إعادة توجيه الدعم، لابد أنه يسبقوا هذه الخطوات. هل اليوم شبكتنا ذات كفاءة عالية؟ هل قوانين البناء تسمح لنا باستخدام مواد ذات كفاءة عالية؟ هل الأجهزة الكهربائية اللي اليوم موجودة معانا في السوق إحنا حطينا لها معايير ومقاييس ذات كفاءة عالية؟ لأنه في الأخير المستهلك ما على يعني
قد يكون تخصصه بعيد عن هذا التخصص، أنا ما ألومه، هو راح يبحث عن الأفضل الموجود في السوق، وعادة البحث مش عن الأفضل، عن الأرخص. لكن الأرخص هذا كم يستهلك من كهرباء؟ هذه نقطة جدا جوهرية وفعالة. أيضا اليوم جزء كبير من الدعم ومن استهلاك الكهرباء يروح في المباني الحكومية، ما هي الخطوات لتقليل هذا الدعم؟ ليس فقط برفع الفاتورة، لأنه المزود بالكهرباء شركة حكومية، اليوم شركات التوزيع وشركات نقل الكهرباء والتوليد هذا قطاع حكومي، صح أنه صارت شركات ولكن تبقى شركات حكومية بالكامل ما عدا قطاع نقل الكهرباء صار في جزء خصخصة. لذلك حتى لو رفعتنا اليوم الفاتورة على المبنى الحكومي، ترى هو يأخذه من هذا الجيب ويحطه في هذا الجيب، لابد أنه يكون عندي سياسة لخفض الاستهلاك برفع الكفاءة وتجويد إدارة موارد الطاقة المتاحة في كل مبنى حكومي. ومن ضمن الإجراءات ترى اللي عممت على مختلف المؤسسات الحكومية مسألة ترشيد استخدام الكهرباء خلال يعني العام القادم والسنة المالية القادمة، وهذه تضع أمامهم كذلك مسؤولية في أنهم يفكروا في حلول بديلة في مسألة تقليل طبعا كلفة الكهرباء على مؤسساتهم، والآن مع إعادة توجيه دعم الكهرباء هذه الكلفة بتزيد، فالمهمة بتصير عليهم كذلك أصعب في المؤسسات. يعني أنا يمكن راح أعرض بعض الأسئلة لو كانت شوية بعيدة عن محاورنا، لكن دام أنه الناس يتابعونا فمن الجيد أن نحن نشركهم. المهندس عبد الله هذا السؤال يقول لك، الآن نعرف أنه بناء المنزل يمر بمراحل وموافقات وبلدية وغيرها، إذا كنا راح نستخدم الألواح الشمسية الطاقة الشمسية في الكهرباء، هل هناك في مواصفات أخرى للبناء وفي موافقات أخرى منظمة العملية؟ هذه أيضا موضوع جدا مهم، وموضوع يعني يضع كلفة إضافية على مشاريع الطاقة الشمسية، كونه أنه إحنا اليوم لعمل أي مشروع للطاقة الشمسية نحتاج إلى موافقة من البلدية وأيضا موافقة من شركات التوزيع، وهذه الموافقات عليها رسوم، وهذه الرسوم في الأخير يدفعها المستهلك النهائي يعني اللي هو المواطن أو صاحب العقار. بس من حيث المبدأ الهندسي أنت تحتاج أنه سطح المنزل يكون قادر على تحمل وزن الألواح الشمسية، ووزنها طبعا خفيف جدا، وأغلب المنازل العمانية يكاد يكون 100% منها قادرة أنها يعني مسلح، يعني أنها تكون تستحمل وزن الألواح الطاقة الشمسية. نقطة الربط دائما هذا أيضا مهمة جدا لكل المستمعين، نقطة ربط نظام الطاقة الشمسية تكون مع العداد الخارجي اللي موجود في البيت، لذلك أنت ما تحتاج تغير أي توصيلات كهربائية، ما تحتاج تجهز أي تمديدات داخلية أخرى، نقطة الالتقاء هي مع نقطة عداد الكهرباء الخارجي. القانون الحين يسمح لك بعملية الاستيراد والتصدير مع الشبكة خلال ساعات النهار، إذا كنت تستهلك الكهرباء أنت في البيت راح تستهلك أولا من الطاقة الشمسية، إذا صار عندك احتياج زائد للكهرباء راح تستفيد من الشبكة، إذا صار عندك إنتاج فائض راح تبيعه للشبكة، ولما تبيعه للشبكة طبعا يحسب لك أيضا، وتقدر أنك تأخذ هذه الكهرباء بالليل أو أنه في نهاية الشهر يتم مقارنة يعني ما قمت بأخذه من الشبكة وما قمت بتصديره إلى الشبكة وتحصل على الفارق بينهم. نعم، يبدو أنه أخبار إعادة توجيه دعم الكهرباء أثارت فضول الكثيرين حول هذا الموضوع، نحن كنا يعني سوينا دعاية فلازم نحصل حصة يعني إذا جاتك مشاريع مهندس عبد الله. حاضرين ما لنا بد عنك يعني. وبالعكس أنا يعني دائما البعض قد يعتقد أنه إحنا كشركات طاقة متجددة قد يكون هدفنا رفع الدعم، ولكن هذا أنا بالنسبة لي على الأقل في نفاذ وعلى المستوى الشخصي لي أنا هذا يعني إحنا ما نتبنى أبدا، وبالعكس أنا أتبنى يعني نظرة توماس أديسون لما قال سنجعل الكهرباء رخيصة بحيث لا يشتري الشموع إلا الأغنياء، فمهندسي الكهرباء لازم يكون كلهم هذا هدفهم اليوم، احنا كشركات مقاولة في قطاع الكهرباء وكل شركات التوزيع والتوليد يجب ان يكون جميعا لدينا هذا الهدف، ان نجعل هذا المورد بكلفة منخفضة متاحة للجميع،
وبكفاءة عالية نحمي فيها الإنسان والبيئة. وفي كل الأحوال الفرص أصلا مواتية سواء بالوضع الحالي أو حتى مع إعادة توجيه الدعم للكهرباء. فاصل قصير ولن عودة. أجدد الترحيب بضيوفي في الاستديو، المهندس أحمد بن رمضان اليافعي، مدير أول شراء وتشغيل الطاقة المتجددة بشركة كهرباء المناطق الريفية تنوير، إحدى شركات مجموعة نماء، والمهندس عبد الله بن ناصر السعيد، الرئيس التنفيذي لشركة نفاد للطاقة المتجددة. وكنا نتكلم طبعا قبل الفاصل عن الألواح الشمسية المستخدمة طبعا في الطاقة الشمسية. للمهندس أحمد هناك إضافة معينة؟ أنا صراحة أحيي السؤال للمستمع الكريم اللي أضافه، وأيضا أحيي المهندس عبد الله على طرحه الجدا جميل والراقي. الذي فقط أريد أضيفه، نحن في شركة كهرباء المناطق الريفية التنوير لنا تجربة حقيقة في نطاق الطاقة الشمسية أو الألواح الشمسية على أسطح المنازل، حيث أن المبنى الرئيسي للشركة تم إضافة عليه ألواح شمسية. المشروع الآن أصبح في طور في أو تم تنفيذه، هو الآن في طور التشغيل من سنتين حقيقة. الذي أشار إليه حتى اللي تكلم في المهندس عبد الله جدا صحيح، لأنه التأثير الإيجابي لهذه الألواح في طريقة أو في تكلفة الطاقة نفسها أو تكلفة الاستهلاك كان جدا إيجابي. فلما نتكلم عن الأرقام طبعا هي متفاوتة طبعا في الفترات التي تكون في سواء في فترة الشتاء أو فترة الصيف، ولكن لما نتكلم على متوسط التوفير نحن نتكلم بين 7 إلى 10% من الفاتورة الكهربائية، بأخذ بعين الاعتبار نحن نعتبر من الشريحة التجارية يعني إذا أخذنا بهذا الاعتبار. نعم. فما مدى أهمية ذلك؟ أنا أشوف أنه نحن الآن في الطريق الصحيح في ذلك من ناحية الوعي الموجود أيضا من قبل المشتركين. لدينا طلبات أتتنا في الشركة، وأيضا في متأكد من ذلك أنه في شركات القطاع الأخرى من ناحية التوزيع هناك في طلبات لتركيب هذه الألواح. من ناحية الأخرى اللي هي ما مدى أهمية ذلك في نأخذ بعين الاعتبار من ناحية العمرانية المستقبلية وهذا الشيء، أنا أشوف أيضا أن القطاع ماشي بهذا الطريق أو بمعنى ثاني صناع القرار ماشيين بهذا الطريقة. وأكبر دليل في ذلك أن اليوم على سبيل المثال هناك في مؤتمر اللي هو مؤتمر يوم العمل العالمي نحو تخطيط عمراني مستدام ومدن حديثة، فأتوقع أنه هذا النقطة تأخذ بعين الاعتبار ولها من الأولوية ما لها أكيد. نعم. المهندس عبد الله، في دول سباقة في هذا المجال ممكن أن نحن نحتذي فيها؟ شوفوا بالنسبة للدول يمكن مثل ما ذكر الباشمهندس في بداية الحلقة أنه في اختلافات بيئية ومناخية وأيضا حتى كلفة إنتاج الطاقة تختلف بشكل كبير. يعني بعض الدول ما زالت تعتمد على الفحم الحجري، بعضها قطعت شوط كبير في طاقة الرياح بفعل نشاط الرياح معاها. فهنا أنت تحتاج إلى خليط من الطاقة يحقق لك مجموعة من الأهداف، يحقق لك استدامة هذه الموارد، يحقق لك انخفاض في الكلفة وحفاظ على البيئة. نعم. لأنه اليوم أيضا في موضوع مهم، الصناعة تحتاج إلى الموارد الطبيعية كالغاز الطبيعي بشكل كبير. نعم. فكل لوح شمسي إحنا نستخدمه اليوم أكان في المباني الحكومية أو التجارية أو الصناعية أو المنازل راح يوفر علينا متر مكعب من الغاز نستطيع إدخاله في الصناعة. لما يدخل هذا المنتج الوطني أو هذه الثروة الوطنية في القطاع الصناعي على الأقل إحنا نحصل المخرجات منه 3 أضعاف. نعم. بينما كفاءة حرقه في قطاع الغاز تصل إلى 45% في إنتاج الكهرباء. لذلك أيضا هذا بعد آخر يجب أن ننظر له. يعني المشكلة أو ليست فقط موضوع كلفة واستدامة، إنما هناك أيضا في بعد اقتصادي آخر لهذا الموضوع. والدليل على ذلك
جو بايدن يعني ما صار له ساعة وساعتين من صرح أنه فاز في الانتخابات. أول في أول خطاب قال لك أنا راح أرجع أنضم لاتفاقية باريس للمناخ اللي هي يتبعها أنه في كل دول العالم عليها التزامات في قطاع الطاقة المتجددة ونسب معينة يجب أن تلتزم من خلالها بخفض انبعاثات الكربون وأيضا تطوير هذا القطاع بشكل كبير. نعم. وهذا دليل على أهميته وحساسية هذا القطاع ومستقبله. أيضا لابد أنه إحنا لما نبدأ في قطاع لابد أن نكون طموحين. يعني أنا صراحة وأذكرها هذه لما في 2012 تكلمنا في قطاع الطاقة المتجددة وأتمنينا أنه يكون عندنا اهتمام وطني بهذا القطاع واستثمار وأن ننمي الشركات المحلية في هذا القطاع. انتظرنا لين عام 2018 لما صارت عندنا محطة عبر للطاقة الشمسية من المطور فيها، جاتنا شركة من برا البلد. لو كانوا عندنا مقاولين محليين قادرين انهم ينفذوا هذا المشاريع واحنا خططنا لها من البداية ومكناهم راح يكونوا جاهزين للقطاع. فهذا ايضا بعد اقتصادي محلي اخر يجب النظر فيه، تعظيم القيمة المحلية المضافة لهذا النوع من المشاريع. اليوم مشاريع الطاقة الشمسية فيها اجزاء اخرى، اذا احنا مش قادرين ان نصنع الالواح نفسها في اجزاء اخرى قابلة للتصنيع المحلي. لذلك انا اتمنى انه في المشاريع القادمة الحكومية الكبيرة ايضا ان يضاف هذا الجانب. نعم. بحيث أن نعظم الفائدة من مشاريع الطاقة المتجددة. اسمحوا لي أنا أسأل السؤال بطريقة مختلفة، ما مغزى شيء بقدر ما هو المعرفة. اليوم تعزيز قطاع الطاقة البديلة والطاقة المتجددة بكل أنواعها، هل يؤثر على أي قطاعات أخرى؟ هل يؤثر على أي نوع من أنواع الأعمال؟ نتفق جميعا أنه ما في أي مصلحة تعلو فوق مصلحة البلد، يعني أكيد في استخدام هذا النوع من الطاقة، ولكن هل يتعارض مع أي قطاعات أو أعمال أخرى؟ المجال مفتوح للإجابة لكلاكما. يعني ما أعرف تحب تبدأ مهندس أحمد ولا ابدأ حضرتك؟ زين، شوف البعض كان يعتقد، وأنا سمعت هذه العبارات، أنه قطاع الطاقة المتجددة منافس لقطاع النفط والغاز، وهذا كلام مش دقيق أبدا لسببين رئيسيات. أولا اليوم احنا قادرين ان نستخدم الطاقة المتجددة لخفض كلفة انتاج النفط والغاز من حيث الانتاج المعزز، لانه نحتاج الى بخار ماء نقدر نصنع نولد هذا البخار باستخدام الطاقة الشمسية، ونقدر نستخدم الطاقة الشمسية في حقول النفط والغاز ونقلل كلفة الكهرباء، بحيث انه انا الغاز اللي انتجه ما اريد أحرق هذا الغاز علشان أنتج بخار ماي وأرجع أستخرج نفط، راح أستخدم الطاقة المتجددة لإنتاج البخار وراح أبيع النفط والغاز معا في السوق العالمي، وراح أجذب عملة عالمية للسوق المحلي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، من مسير قطاع الطاقة؟ إحنا هل مصنعين لهذا القطاع عن مستهلكين؟ يعني هذا سؤال عميق جدا ويحتاج إلى إجابة. هل إحنا من نتحكم في قطاعات الطاقة ونسيرها، أم إن إحنا مستهلكين لقطاع الطاقة تحديدا في الكهرباء؟ يعني إحنا نشتري لكل أدوات ومعدات الكهرباء، لذلك نحن يجب أن نبحث عن ما يفيد بيئتنا المحلية، ما يمكن أن نعتمد في وقوده يعني محليا، نعتمد على المصادر النظيفة والآمنة. والسلطنة على سبيل المثال الوقود النووي يعتبر طاقة نظيفة على فكرة، يعني البعض يأخذ عن المحطات النووية فكرة سلبية، هي طاقة نظيفة جدا، ولكن الخطورة فيها مثل بعد ما صار في هيروشيما التسرب النووي، الناس بدأت تخاف أنه فعلا لو صارت بعض الكوارث الطبيعية الضرر راح يكون مضاعف، مع أن بعض الدول استخدمتها، يعني بعض الدول استخدمتها. نعم. لكن مصدرها، مصدر الوقود هذا أو السلعة ما راح تكون متحكم فيها أنا والوقود اللي أستخدمه. لكن اليوم الشمس والرياح أنا أمتلكها لأني أمتلك الموقع الجغرافي. نعم. فهي متاحة لي، وكلفتها تعتبر يعني كلفة الوقود عندي صفر، بس الغاز الطبيعي والنفط أنا أحتاج أنه اللي هو ضمان استمرار التزويد فيها مش مضمون، يعني أكان لأسباب مناخية أو لأسباب سياسية أو اقتصادية. إذن وجهة نظرك لا يتعارض مع لا يتعارض نهائيا. نعم. المهندس أحمد، أنا حقيقة
اتفق على النقطة أنه لا يتعارض، بل أضيف على ذلك أنه بالعكس يضيف إلى الصناعات الأخرى. بمعنى مثل ما تطرق إليه البشمهندس سابقا، أنه هذه تفتح أبواب كثيرة لصناعات رديفة، مو شرط في الألواح بأنفسها، يعني في الأشياء المصاحبة أو لصناعتها. إضافة إلى ذلك، لما نتكلم عن وجود الطاقة المتجددة التي هي بغض النظر عن تكلفتها الرأسمالية وتكلفتها الإنشائية، نأتي إلى تكلفتها التشغيلية التي تكاد تكون معدومة، وتضيف هذه المصدر بهذه الكمية من الطاقة إلى الذروة التي تكون في المنحنى الكهربائي لأي بلد. نعم. بمعنى مثل ما هو معروف أن نحن نتكلم بنطاق هندسي قليلا، ولكن نبسطه أنه في أي بلد أو في أي منظومة كهربائية، هناك في منحنى كهربائي التي يكون في ساعات الذروة وساعات غير الذروة. فلما نتكلم على ساعات الذروة التي سوف تكون موجودة، ولابد برديفة أن يكون لدينا من المولدات الكهربائية ولا ما يشابه ذلك من الأمور، بحيث أنه تكون أكثر من ساعات الذروة، بحيث أنه لا يكون هناك أي نوع من عدم موثوقية الطاقة. فإذا نحن لدينا طاقة متجددة ما تكفي لتضيف على هذه ساعات الذروة وبتكلفة تشغيلية معدومة، فإننا نحن نستثمر بالاستثمارات التي نحن المفروض نضيفها في هذه ساعات الذروة في أمور أخرى. فالطاقة المتجددة تعتبر رديف وداعم إضافي على ما إلى قطاع الكهرباء إذا ما مشى فيه، وأدوارها تكاملية أكيد 100%. نعم. فأنا أتفق على الكلام اللي ذكر، أنه بالعكس أنه ليست نقيض، بالعكس هو دور تكاملي ودور بناء حقيقة. نعم. في هذا بشكل يمكن يكون مبسط عبد الله. نعم. عشان المستمعين، يعني عامة المستمعين يفهموها، اللي تكلم عنه الباش مهندس، احنا في الصيف على سبيل المثال من الساعة 1 الظهر إلى الساعة 5 العصر ذروة، يعتبر وقت ذروة. في هذا الوقت أيضا احنا عندنا ذروة إنتاج الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية. صحيح. الشبكة الوطنية أو اللي هو شبكة الحكومة الكل اللي تغطي أرجاء البلد في كل مكان، في هذه الساعات تحتاج إلى محطات قد لا تعمل طوال العام إلا في خلال 3 أشهر مساندة، تعتبر مساندة لتغطية الطلب الزائد في وقت الذروة. نعم. بعضها يشتغل على الديزل، وبعضها محطات أصلا قديمة، وكلفتها التشغيلية مرتفعة جدا مقارنة بالطاقة الشمسية. اليوم لو كل الناس استخدمت توجهت هذا التوجه لقطاع الطاقة الشمسية، احنا راح نستغنى، لأن وقت الذروة هذا راح يكون عندنا إنتاج من الطاقة الشمسية، فهي فوائدها هذا بعد آخر، أيضا بعد تقني وفني للشبكة من استخدام ألواح الطاقة الشمسية. نعم، ممتاز. المهندس أحمد، عندكم أي أرقام أو دراسات ل يعني ما ينتج من الطاقة البديلة مقارنة بما ينتج من الكهرباء بوضعها الحالي؟ يعني تنوير تساهم بكم؟ إذا تكلمنا عند أحد المشاريع التي تم عملها في إطار تنوير، نحن لدينا محطة هي محطة المزيونة للطاقة الكهربائية، هي محطة تعتبر أول محطة بنطاق تجاري تم عملها. رغم محدودية الألواح الشمسية اللي فيها ما يعادل 1600 لوح، ولكن الذي وجدناه أن الطاقة المنتجة من هذه الألواح الشمسية ما يعادل 550 ميجا وات ساعة في السنة. 550 ميجا وات ساعة في السنة، هذه رقم يعتبر جدا عالي مقارنة مع المساحة التي تأخذها في عمل أو إنشاء هذه الألواح. نعم. فإذا أنت أخذت هذا النقطة، وإذا لديك مساحات أكبر من ذلك وضربت هذا الرقم في المساحة الموجودة، فتأكد كل التأكيد أن لها الأثر الإيجابي في ذلك. نعم.
فاصل قصير ولا نعود. هذه الأبيات طبعا بصوت زميلنا عبد الرحمن البلوشي. ما وقتك أبدا يا عبد الرحمن، نحن هني نتناقش في الكهرباء والقضايا، لكن فاصل جميل منك يا عبد الرحمن باختياراتك دائما الجميلة. تحية لزميلنا عبد الرحمن المعلق الصوتي الحصري للشبيبة. أنتقل شوي لمجموعة من المشاركات والمداخلات اللي وصلتنا. المهندس عبد الله هذا سؤال يقول لك يعني لو بغينا نضرب مثال حول تكلفة الطاقة الشمسية أو تركيب ألواح الطاقة الشمسية لمنزل، هل تعتمد على المساحة؟ يعني يقول لك مثلا إذا مساحة البناء 600 متر تكون تقريبا التكلفة كذا. يعني أتوقع زين نقرب بعد للمشاهد والمستمع، قرار أنه أستخدم الطاقة البديلة الطاقة الشمسية بحدود كم يكلفني؟ جميل جدا. أنا راح أطرح يمكن الموضوع بشفافية يعني، بس أهم شيء الشبيبة ما يحسبوا علينا أنه إعلان ويطالبونا بالدفع بعدين. يلا سمع الله. شوف، بالنسبة للمنازل الأفضل للمنازل أنه أنت تستخدم الباقات نفس اللي يصير في باقات الإنترنت. فأنت أما أنك تأخذ يعني على سبيل المثال 5 كيلو وات أو 10 كيلو وات، فإحنا حاطين الستاندرد أو الأساسي لكل استهلاك المنازل في السلطنة حوالي 12 كيلو وات. هذا متوسط استهلاك الأسرة العمانية في المنازل، يعني المتوسط في هذا. فتحتاج أنت حوالي 10 كيلو وات في المنزل. العشرة كيلو وات هذه تعمل طول فترات النهار اللي موجود فيها ضوء الشمس. العشرة كيلو وات تحتاج إلى مساحة حوالي 45 إلى 50 متر مربع. طبعا تعتبر مساحة قليلة جدا، يعني متوفرة في أغلب المنازل أيضا مرة أخرى في معنا في السلطنة. نعم. العشرة كيلو وات هذه راح تأثيرها يكون في فاتورة الكهرباء إلك على مدى طريقة استهلاكك. فعلى سبيل المثال لو أنت أصلا في ساعات النهار ما موجود في البيت، راح تصدر هذه الكهرباء للشبكة ويتم شرائها من عندك بسعر محفز أو سعر تشجيعي بالكلفة المنعكسة. يعني على سبيل المثال إذا الساعة 1 الظهر من شهر 5 أنت ما موجود في البيت وكنت تنتج كهرباء، راح تبيعها للشبكة بسعر حوالي 69 بيسة. سعر محفز يعني. سعر محفز. نعم. بينما راح تأخذها بالليل بكلفة 10 بيسات. جميل. فهذا جدا محفز ومشجع للناس للتوجه لقطاع الطاقة الشمسية في المنازل. الكلفة لكل منزل 10 كيلو وات حوالي 4500 ريال عماني مع ضمان لمدة 30 سنة. الحين لما أجي أنا أنظر لهذه الكلفة، الرقم اللي ذكرناه اللي هو حوالي 4500 ريال عماني، هذه تشمل رسوم شركة توزيع الكهرباء، لأنه في رسم لشركة توزيع الكهرباء بناء على المنطقة الجغرافية اللي أنت موجود فيها. نعم. في رسوم استخراج إباحة بناء أيضا للبلدية، وفي رسوم للتوصيلات الكهربائية إذا كان فيه أو غيرها أو مسار معين للوصول إلى عداد الكهرباء الخارجي، تغيير العداد مع كلفة نظام الطاقة الشمسية، ومثل ما ذكرت لك ضمان نظام الطاقة الشمسية. اليوم يعني كثير من الناس يقول لك الضمان 15 سنة و20 سنة، هذا كان 2017. اليوم كل مصانع الطاقة الشمسية تعطيك ضمان لمدة 30 سنة ومع كفاءة، مع اشتراط الكفاءة بنسبة 80%. نعم. لكن بعد 30 سنة معناته أنه هو بيحتاج يغير الأجهزة الشمسية ولا صيانة؟ لا لا، هي تكون مستمرة. وكفاءتها حوالي 80%. نعم. هذا ممكن نحن بعد نسميه استثمار، مش دائما نسميه تكلفة دائما أنه هو بيوفر عليه على المدى البعيد. طبعا طبعا هو استثمار، والعائد من هذا الاستثمار لازم أنت تشوف في كم سنة راح يتحقق العائد من هذا الاستثمار. مع التكلفة الحالية حوالي 8 سنوات. نعم. أقل أو أكثر، لأنه أيضا استهلاكك أنت يعتمد في أي شريحة. نعم. يعني بعض الناس نحصل أنه استهلاكه في 10 بيسات العائد يكون أطول، بعضهم وصل إلى 15 بيسة. العائد أقل، بعضهم وصل إلى 25 بيسة. يقول لك أنا خلال 4 سنوات مغطي كلفة النظام مع استهلاكي الحالي. نعم. فأيضا يعتمد بالاستهلاك. لكن أيضا أنا أتمنى من كل، يعني صراحة وهذا رسالة لكل المقبلين على البناء، اهتموا بموضوع كفاءة الطاقة. يعني أنا أعمل في قطاع الطاقة الشمسية
وأقولكم قبل لا تجو حتى إلنا إحنا عشان تركب ألواح طاقة شمسية اهتم بموضوع كفاءة الطاقة وإدارة الطاقة معك في المنزل. اليوم على سبيل المثال للتوضيح لأنها نقطة مهمة جدا لكل شخص، لما يكون عندي 2 سنتيمتر بين الباب والأرضية ودرجة الحرارة برا 50 درجة وأنا أريد درجة الحرارة داخل في البيت 20 درجة، صحيح. ترى المكيف راح يستهلك طاقة كهربائية مضاعفة، صحيح. تصل إلى 3 أضعاف، بينما لما يكون هو على درجة 24 وانت عامل عازل وعامل نوافذ سيل بشكل صحيح اتجاه المنزل اليوم، يعني حتى هذه أيضا يعود للقوانين والتشريعات في البلديات وقد يكون للتخطيط العمراني. ما ممكن اليوم أنا البيت في عمان أخليه مقابل الجنوب لأنه كل النوافذ والأبواب راح تكون مقابلة الشمس طوال السنة، نعم. ودرجة الحرارة بتكون عالية والأضرار بتكون أعلى، لابد أنه المنازل تكون باتجاه الشمال بقدر المستطاع. لو أنت خليتنا نفكر في 2 سنتي هذا اللي تحت الباب اللي يدخل منها الواهي، هذه لازم أروح أسكرها. لواهيب هذه تدخل منها، صحيح فعلا. يمكن ما نحسب حساب هذه التفاصيل الصغيرة رغم أنها تفاصيل في الحقيقة مهمة، ويعني نحن مقبلين على كثير من التغيرات اللي تخلينا نحسب لكل صغيرة وكبيرة، وهذا أمر يعني إيجابي المهندس أحمد. نعم. الآن من خلال التفاصيل اللي ذكرتوها أنت والمهندس عبد الله، إيش اللي ينقصنا؟ يعني هل ثقافة الناس محتاجة تتغير نحو الطاقة، استخدام الطاقة البديلة، أو لازم خطوات تسبقها قبل في توسع ورغبة أكبر من قبل الحكومة في استخدام هذه الطاقة وبعدين هذه الأشياء بتجي، أيهما أولا؟ يعني نحن في أي مرحلة الآن؟ نحن نستطيع أن نقول نحن الآن في مرحلة الوعي الجيد، ودليل ذلك الأسئلة اللي حضرتك تفضلت فيها الآن، وأيضا التفاعل الكبير الذي حصلنا من قبل المستمع الكريم، نعم. هذا دليل على الوعي. فالنقاط اللي مثلا تفضل فيها المهندس عبد الله انه طريقة البناء، إدارة الطاقة، بهذا الأمور هذه وحدها تعطيك الرغبة الحقيقية انه فعلا يا اخي نحن لابد اننا نروح في الاتجاه الصحيح. بتستغرب في بعض الأوقات من ضمن الأشياء اللي بذكرها في المسجد اللي عندنا في الحارة اللي ساكن فيها، بين فترة ثانية جزاهم الله خير يعملوا بعض التوعيات الدورية في أو حلقات التوعية. من ضمن الحلقات التوعية تكون حلقة مثلا في إدارة الطاقة، وجزاهم الله خير أحيانا بفترة ثانية يستدعوني في هذا الإطار. لو تشوف أخي عبد الله كمية الأسئلة التي تسأل، كيف أستطيع أني أنا أوفر الطاقة وأديرها ورشد الطاقة عندي في المنزل أو في المنشأة التي أنا فيها، تستغرب. فالشاهد على ذلك والدليل على ذلك أن نحن رايحين في نطاق الصحيح اللي هو نطاق الوعي اللي دون نقول الخارج الإطار الحكومي وما شابه ذلك، الوعي المجتمعي. إضافة إلى ذلك الخطط البناء التي الحين سمعنا فيها من قبل الحكومة، من على سبيل المثال في قطاع الكهرباء الذي الآن مشى في خطى جيدة، نتكلم الآن على محطة ظفار لطاقة الرياح، نتكلم الآن على المحطة الشمسية التي سوف تأتي قريبا، نعم، نتكلم الآن على خطط تم نشرها و الأخوة قائمين في ذلك، وإضافة إلى ذلك تنظيم القطاع ماشي بهذه الطريقة الإيجابية. ففي نظرتي أنا اللي أشوفه أنه نعم ممكن نحن ما بدينا في بهذيك البداية القوية، ولكن الآن ماشيين في خطى وبتقدم سريع، وهذا الشيء سوف يرى النور جدا قريب. نعم مهندس عبد الله، تعتقد لو بدينا على نطاق قطاعات معينة، وبعطيك مثال، يعني والله إذا قررنا أنه المساجد مثلا تستخدم الطاقة الشمسية، تتعرف نحن عندنا في البلد 16 ألف مسجد، هذه فقط اللي تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. هل
هذه تعتبر يعني خطوات أكثر جدية وأكثر عملية ومحفزة في أن نحن فعلا نستخدم الطاقة البديلة ونبدأ أن نحن نوفر يعني بشكل كبير من استهلاك الطاقة. شوف عبد الله، طبعا كل ما يدفع بالقطاع هذا راح يعتبر جهد إيجابي. توفر بعض العوامل كالمساحة والاستهلاك المرتفع والموارد المالية، هذه الثلاث عوامل إذا توفرت راح ينتعش القطاع. فمثلا نبدأ بالمنازل، إذا كان الشخص خطط لهذا النظام منذ بداية البناء وكل شيء، يعني أنا إذا كنت دافع 90,000 أو 100,000 أو 120,000 في المنزل، ليش أستخسر أني أستقطع جزء 4,000 لنظام الطاقة الشمسية أو أكثر 2,000 زيادة وأخفض الاستهلاك وأستخدم مواد عازلة؟ المساجد نفس الشيء، يعني نحتاج أنه إحنا نقلل شوية الديكورات ونستفيد منها في الحفاظ على موارد الطاقة واستهلاكها بالشكل الصحيح. وأيضا شوف، هذين الموضوعين ما ممكن فصلهم عن بعض، كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، لأنه لو ما كان عندي كفاءة في الاستخدام أنا مجرد أرفع الإنتاج، يعني راح أنتج بكمية أعلى. نعم. إحنا اليوم الدراسات معانا في السلطنة تؤكد أنه أغلب المباني حتى الحكومية والتجارية والصناعية تستطيع أن تخفض استهلاكها من 20-30% بدون إضافة يعني إضافات كبيرة أو تغييرات. اللهم نعم. إدارة الموارد الطاقة أو إدارة الاستهلاك بالشكل الصحيح واستبدال بعض الأشياء اللي تضيف لك، يعني ليش الممرات كلها مضاءة، ممكن أستخدم سنسر بسيط يكلفني أقل من ريال يتحسس لحركة الناس في الممر لما يمروا اشتغلة الإضاءة. أنا أحتاج هذا الإضاءة للمرور، بينما أنت اليوم تمر على كثير مباني أكانت حكومية أو حتى تجارية كل التكييف والإضاءة بالليل شغالة فيها. نعم. الإضاءة نعم. الداخلية أتكلم مش الإضاءة الخارجية يعني. فهذا يعني سوء استخدام. يعني الحقيقة يمكن تكون الكهرباء من النعم اللي نحن ما مقدرين قيمتها بشكل كبير كمؤسسات وأفراد أتوقع، وهذا الشيء الواحد يمكن يلامسه حتى على نطاق أحيانا بيته، يعني ممكن يعيد النظر. أنا أتمنى أي واحد يسمعنا الآن واللي يشاهدنا يعيد النظر حتى في نطاق بيته، يعني أحيانا تشوف مثلا بعض المنازل يعني باللغة العامية نقول نحن حوش البيت الإنارة شغالة فيه لعشرة 12 الصبح، مع أنه يمكن حل بسيط مثل التايمر يحل الموضوع، وهذا قس عليه حتى أعمدة الإنارة أحيانا لتأخر إعادة ضبط التوقيت مالها من الشتاء إلى الصيف، نشوف أحيانا أنها تشتغل في ساعات النهار. نعم. فهذه كلها أكيد أنها تفاصيل محتاجين أن ندقق عليها، يعني ما ممكن أن احنا نتجاوزها بشكل هكذا بدون لا نقف عندها. قبل أشهر سمعنا طبعا عن انضمام السلطنة إلى اتفاقية أتوقع أنها مهمة جدا، المهندس أحمد صدر فيها مرسوم سلطاني. هذه الاتفاقية أكيد لانضمام يعني السلطنة تذكرني باسم الاتفاقية راحت عني. ماشي. نعم. هي انضمام السلطنة للاتفاق الإطاري حقيقة. هذا الانضمام السلطنة لهذه الاتفاقية أتى بمرسوم سامي حقيقة، اللي هو المرسوم 72/2020. وكنا نحن كقطاع كهرباء وأيضا كمنتسبين لهذا القطاع جدا سعداء لهذا الانضمام لعدة أسباب، أهمها وأولها اللي هو تبادل الخبرات الهندسية
وأيضا الخبرات الغير الهندسية، لأن تعرف في دراسة أي جدوى تنقسم إلى شقين أساسيين، اللي هو الشق الفني والشق الاقتصادي والمالي. ممتاز. فتبادل الخبرات في من ضمن انضمام السلطنة في هذه الاتفاقية مع الدول المجاورة والدول التحالف في هذا الاتفاقية له الأثر الإيجابي. إضافة إلى ذلك المخزون الذي سوف يأتي من قبل المناقشات التي سوف تحدث، المؤتمرات التي سوف تكون، أيضا لها الأثر الإيجابي. وأيضا النقطة اللي تفضل فيها المهندس اللي هو من ناحية التمويلية، أيضا آلية عمل أو استقطاب التمويل المناسب أو الأسس استقطاب التمويل المناسب أيضا لها أسس في هذا الإطار، وتفيدنا أكيد في هذه النقطة. هذه خلاصة هي اتفاقية حقيقة مكونة من عدة محاور وعدة بنود حقيقة، ولكن استخلصها في اللي ذكرته إياه. نعم. إذن هذه كانت مجموعة من المحاور. أكيد الحديث عن هذا الموضوع يطول ويطول، ونحن لازلنا طبعا في انتظار رد هيئة تنظيم الخدمات العامة للحديث بعمق حقيقة. نحن الآن تكلمنا من الناحية التنفيذية، من الناحية العملية، لكن الموضوع يحتاج إلى استراتيجية عامة، ويحتاج إلى تطوير الجوانب التشريعية مثل ما ذكر المهندس عبد الله. وأكيد الهيئة هي معنية بجانب كبير من هذه الجوانب، ونحن مقبلين على تغيرات في إعادة توجيه الدعم للكهرباء. كلمة أخيرة المهندس عبد الله. رسالتي الأخيرة هي أنه قطاع الكهرباء هو ثروة وطنية حقيقية تحتاج منا جميعا أن نتكاتف وأن نعمل معا. اليوم شركات توزيع الكهرباء، شركات التوليد، هيئة الخدمات العامة، المواطن، لابد أن كل واحد منا يكون حريص على هذه الثروة. نشر الوعي مسؤوليتنا كلنا أيضا. اليوم أنا ما أعذر أي شخص في مكان عمله في بيته أنه يكون حريص جدا على استهلاك الكهرباء، يحاول قدر المستطاع أنه يقلل الاستهلاك هذا. بعدها نتجه إلى موضوع رفع الكفاءة بعد ما نقوم بعملية التدقيق على الاستهلاك، ثم نتوجه إلى استخدام الطاقة المتجددة اللي أصبحت حل اقتصادي وبيئي معا في 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 نفس المجال. وأي حد خاطر يركب في بيته أو في المصنع أو في المبنى التجاري تفضل، نفاذ يعني موجودين إحنا في الخدمة. يعطيكم العافية، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. المهندس أحمد. والله نعم، حقيقة قطاع الكهرباء، وطبعا بعد الشكر لكم على هذه الاستضافة الكريمة حقيقة والطرح البناء. قطاع الكهرباء بجميع محاوره أو بجميع أطرافه التنفيذي والتشريعي والتنظيمي، هدفهم الأساسي أكيد اللي هو موثوقية الطاقة، موثوقية الطاقة التي وديموميتها تأتي بترابط طبعا مع الجهود الموجودة الآن بالإضافة للجهود المستقبلية. المستقبل أكيد الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة، هذا لا شك فيه. هذا اللطر نحن ما أكيد الجميع متفق أنه لابد أن يكون، ولكن أضيف على ذلك أنه لابد أن نحن نمشي بالطريقة الصحيحة لكي نوصل إلى ذلك. نعم. هذا الذي أردت أن أضيفه. نعم. شكرا جزيلا لك المهندس أحمد بن رمضان اليافعي، مدير أول شراء وتشغيل الطاقة المتجددة بشركة كهرباء المناطق الريفية تنوير. شكرا. إحدى شركات مجموعتنا. شكرا جزيلا لك المهندس عبد الله بن ناصر السعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة نفاد للطاقة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك عبد الله ولكل المستمعين، ودائما اللقاء بك وعلى طاولة الشبيبة يعني مثري ومفيد لنا جميعا، لنا احنا كضيوف زود. وايضا اعتقد للمستمع الكريم. ما عليك زود، وجودكم اكيد ثراء. نحن مستمرين معكم مشاهدينا ومستمعينا، سنتحدث ان شاء الله بعد الفاصل عن انطلاق المرحلة الرابعة والختامية للمسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى فيروس كورونا كوفيد 19. فاصل ولنعودها.